فرض المجلس الانتقالي أمرا واقعا مختلا في الجنوب. ادعاء التمثيل لا شك أنه يؤسس لمرحلة صراع مقبلة. بدت المؤشرات أسرع من المتوقع قبل الإعلان النهائي لتوقيع اتفاق جدة بين الحكومة الشرعية والانتقالي. ثمة اعتراضات جنوبية، عدة مكونات جنوبية تطالب إشراكها في الحوار الذي انفرد به المجلس الانتقالي برعاية سعودية. الائتلاف الوطني الجنوبي عبر عن رفضه القاطع لأي اتفاقات قد تؤسس لحصرية التمثيل للجنوب وقضيته في مكون واحد منفرد. وفي بيان صحفي طالب الائتلاف بعدم حصر تمثيل القضية الجنوبية على فصيل واحد، وعد ذلك خطراً على مستقبل البلاد بشكل عام والقضية الجنوبية بشكل خاص. رئيس مؤتمر حضرموت الجامع عمرو بن حبريش اعتبر أن هذه الترتيبات التي لا يشارك فيها لا تعنيه ولا تمثله، وأنه سيكون له موقف منها. بن حبريش أشار إلى أن مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع كجزئية مهمة في الحوارات المقبلة. ليس ذلك فحسب، الساحة الجنوبية كانت مليئة بالمكونات التي تدعي تمثيل القضية الجنوبية قبل طغيان المجلس الانتقالي بقوة السلاح على المشهد برمته. هناك حراك آخر يقوده الناشط فادي باعوم تحت مسمى الإنقاذ الوطني، ويقول إنه يضم العديد من القوى والمكونات الجنوبية، هذا عدا عن التحذيرات التي يرددها بعض المسؤولين اليمنيين عن مكافأة الانقلابيين في الجنوب. وزير النقل صالح الجبواني عدى عملا كهذا لن يكتب له النجاح، وسيعني فشل التحالف ومهمته في اليمن. الحقيقة أن كثيرا من اليمنيين لم يكونوا يتوقعون أن تكافئ السعودية الانقلابيين بفتح قصورها للحوار معهم في جدة. لا يزال التوتر متصاعدا في الجنوب، والمجلس الانتقالي بقواته وميليشياته يحكمون القبضة الأمنية على عدن.